الواحد يعني بعد ما يتبنى كلب أو قطة إنه يلقح الحيوان؟ لقاح الكلاب يتلقح بعمر 35 يوم. أكو لقاح الجيكي البلجيكي، ها طبعا من اختصاص أطباء البيطريين، يتلقح بعمر 35 يوم، ينعاد بعد شهر، ينوب بعد شهرين، ينوب كل 6 شهور. وأكو لقاح بعمر 65 يوم، يعني شهرين وخمس أيام تقريبا، لقاح الجيكي اللي نفس الكلاب تاخذه بعمر 35 يوم. أي نعم. والأكل شنو البزازين شنو تاكل والكلاب شنو ياكلون؟ الأكل أكو معلبات، من هاي المعلبات، وأكو صدر دجاج مثلا، أنتم يعني صدر دجاج مسلوق، أي بدون مواد حافظة ولا بدون بهارات وهالأشياء. الكلاب والقطط نفس الشيء، نفس الحالة يعني. نفس الشيء. ليش بالشاسة يخلون هذا كلب وهذا بزونة؟ البروتينات، يعني هسه مثلا اكو بزازين بروتينات مال اعمار بهن، اكو مال اعمار الصغار. ايش ياخذون بروتينات؟ البروتينات تصير قليلة، الادلت بروتينات تصير مالته مثلا اكثر، وحسب مرات اكو نوعيات يخلون بروتينات بالكتن، نوعيات الكتن اللي هي اعمار الصغار، اللي من عمر شهر الى عمر سنة. والكبار من السنة فما فوق. البزازين او الكلاب هم عندهم هذا الروتين مثل ما احنا نسوي مثلا فحص شامل وتحاليل؟ طبعا اكو تحاليل الدم مالتهم وتحاليل الفيروسات، كتات موجوده للمرض البارد والمرض الدستمبر الطاعون، وهي امراض موجوده بها يعني. ان شاء الله نهسه جت ببالي، هسه احنا كبشر طبيعيين الامراض المزمنه عندنا الضغط، سكر، هاي السوالف. الكلاب شنو؟ يصير بيه سكر؟ يصير سكر ويصير بيه صرع. اكو السبب السكر من اكو حيوانات يعني من عمرهم يكبر، وبسبب الحلويات اكو يعني النسات والمنسات هذني هو ياثر على الحيوانات، ياكل حلويات تاذيهم، يعني يصير البؤبؤ مال عيونهم يصير بيض كلش ابيض، يعني شو عم بالك يعني عيونتي تطلع من يصير بيه سكر هيك يصير يعني. مش كبير هذا يعني ما شايفه قبل انه كلب ياكل حلويات؟ ياكل، لا ياكل كل شيء ذبيله ياكل كل شيء يعني حسب الحيوان. اكو حيوانات مثلا اكو اكل بياذيك واكل لا ما بياذيك حسب يعني. حالك بي يعني مستلزمات كاملة يعني الأكل والبيوت دراي فود المغلفات كل شيء، وين أنواع موجودة بي؟ عندك كلاب وبزازين لو شنو بعد عندك؟ كلاب وبزازين موجود، عندي قرد وعندي أسود، نام يجيبوا لي عندما يجيب أسود. شو اسم القرد؟ هذا نعنوع. أنت جاي بزازين وقطط، القرد شلون جبته يعني إيش جبته؟ أنا كل شيء أشتغل يعني كل الحيوانات مو بس يعني قرد، أي يعني بس أنا يعني كان عندي أسد هم هنا موجود، ونمر جابوا لي هم يعني كان عندي موجود، وعندي طاووس يعني بالمزرعة، ودجاج وطيور كل شيء موجود عندي. هسه احنا اخذنا الكلب منك، اخذته منك، انت سولف لي على هذا الفيديو هسه، سولف لي. نعنوع شلونك؟ زين نعنوع. نعنوع مشاكس كلش مشاكس. يعني بحس شيري اضرب المايك اذا عضيت. شلونك نعنوع؟ هذا ما تم تاذي، شلون طفل يعني؟ باع سنونه؟ يعني سنونه كلش صغار، شوف اذا اوضح بالكاميرا، شلون ما طفل؟ يعني حتى عضه ما تاذي ابد. منو ياكل؟ كل شيء ياكل، كل شيء، شو الذبي اللي ياكل؟ لحم، خبز، صمون، فواكه، خضراوات.
مكان تحتاج لهدوء ومكان ثابت. اي عناية خاصة هي الى جو وظروف ملائمة قبل الولادة وبعد الولادة طبعا، هاي دائما نهتم بها. الاعمار الكبيرة بالعمر مثلا فوق 10 سنوات 7 سنوات هم اكو اكل معين نلتزم به، نظام معين، يعني هواي تفاصيل انه لازم نلتزم بها ويا انواع القطط والاعمار القطط. من ناحية القطط هسه نجي من ناحية الكلاب، شلون تكون العناية بهم؟ هم من اكو فرق يعني بين الاعمار؟ هو ما اكو فرق فد شيء كلش هواي، بس بشكل عام عندك الاعمار الصغيره، الاعمار الصغيره تنقسم مثلا حيوانات داخل المنزل، كلاب داخل المنزل، وكلاب خارج المنزل اللي هي مثلا تكون بالحديقه. فذني لازم نلتزم بهم انه شلون اللي داخل المنزل نخليهم نفس العنايه، بس نعلمهم على مكان قضاء الحاجه مالتهم ونصبر عليهم. لازم تدريب، يعني مو واحد يضوج منهم ويضربهم ويعنفهم وهيج، لازم يلتزم وياهم بنظام يعني، وطريقه شلون الطريقه اللي نعودهم على يقضون حاجه بالمكان اللي نحن نريده. اللقاحات نفس القطط عادة انه يبدي من عمر صغير اللي هو بالشهر ونص شركة فايزر، بعدين بعد شهر نعيد، بعدين 6 شهور، بعدين كل سنة نفس الشيء، وهم التزام بالشعر والنظافة والأكل وهاي الشغلات كلها نفس الشيء. يفرق انه مثلا حيوانات اللي خارج المنزل لازم نمشيها يوميا بشكل يومي، الحيوانات حتى اللي داخل المنزل هم لازم نعودها حتى لا يصير عندها شراسة وما يقبلون يعني يتعاملون ويا البشر. يبقى موضوع ثاني يختلف تماما على من المنزل اللي هي حيوانات خارج منزلية، اللي حيوانات بشكل عام يسموها السائبة اللي هي حيوانات المحلية، هاي لازم لها يعني فد عناية خاصة. شلون يعني؟ مثلا بالقليل واحد يخلي لهم مي بهذا الوقت الحار، أكل اللي يقدر عليه، أو إذا ما يقدر ينطيهم أي شيء على الأقل لا يأذيهم، يعني يتجنب أذيتهم، يعني ما خطية هم روح، ما يصير نأذيهم، إذا ما دي يساعدهم خلي عوف الأذية مالتهم، هاي أبسط حالة يعني صح. واذا يعاونهم في شيء لقاحات في شيء فاكيد افضل، ونحن اكيد نساعدهم يعني فد اشياء، يعني اذا مو مجاني نقدر ننزل من سعر اللقاحات وهيك شغلات. زين، في حال اذا انقطعت اللقاحات للبزون او للكلب شنو الشيء ممكن يتعرض له؟ شنو المشكله اللي يتعرض لها؟ انه ما حيكون عنده مناعه كافيه لمواجهه الامراض. في حال انه تمرض القط او الكلب وهو ملقح يعني امراض فيروسيه وهو ملقح ماخذ تطعيم، حيكون يستطيع انه يواجه الامراض بنسبة أعلى من الشفاء، يعني حيكون نسبة أعلى الشفاء هي مجرد أنه أجسام مضادة ضد الأمراض، يعني هي حال اللقاحات بالبشر، يعني حيكون عنده أجسام مناعية ضد المرض. زين، هسه هو ما عنده فد شيء دافع عن روحه من المرض، فاللقاح كلش ضروري. هو اللقاح نقدر نقول على مود أنه الكلب يصير عنده مناعة وهاي السوالف؟ طبعا حيكون عنده أجسام مضادة من الفيروسات، يعني ما عنده غير طريقة يدافع بها عن المرض، بس اللقاح. علق دكتور، تسلم، تعبناك ويانا. لهنا تكون خلصت جولتنا، واكيد لازم تكونون استفاديتوا، عرفتوا كل قط وكل كلب شلون يكون مداراته ومعاينه وياه. فشكرا لكم، شكرا لمتابعتكم اكيد زملائنا بداخل الاستوديو، شكرا.